فبالنسبه للمباراه اليوم كانت كان الهدف ديالها الاساسي واننا نديروا انتصار من بعد الانتصار الاول. من طبيعه الحال الشوط الاول كان احسن بكثير على مستوى ديال التنظيم وعلى مستوى ديال الالحاح. فبالنسبه للشوط الثاني درنا بزاف ديال التعديلات، ربما هي اللي خلات ان المنتخب ما ظهرش بواحد الشكل قوي، رغم انه ما كانش زعما كانت هجومات ديال الفريق الخصم، ولكن كيف ما كان الحال كان الهدف هو اننا نديروا انتصار في هذه المباراه هذه لضمان التاهيل الى الدور ديال الربع النهائي. وكنظن بانه المنتخب دابا اللي هو العمر ديالو قليل، فكنظن بانه منتخب جديد، انتم كتعرفوا هذه العمليه، بطاقم جديد بفلسفه جديده وبمناجريه ديال السي فتحي جمال جديده، فكنظن بانه غادي بشويه ولكن كيف ما كان الحال تبين انه كاين بعض اللاعبين فعلا عندهم زعما المكانه ديالهم وداك الشيء، ولكن كاين وسي واحد مجموعه اللاعبين اللي خصها تزيد تجتهد اكثر، لانه دا من بعد العمليه الانتقائيه اللي دارت فكان هذا اول محك اللي هو محك زعما رسمي. وكنتمنوا الله اننا من بعد المباراه ديال الامارات نكونوا في امس اتم الاستعداد للمباراه ديال الربع النهائي. المنتخب ديال الامارات عنده تنظيم جيد، وكنظن بانه ضد المنتخب المغربي غادي يدار مباراه في المستوى، على مستوى ديال التنظيم وعلى مستوى ديال التنشيط لا الدفاعي لا الهجومي، وغادي يكون عندها الشالنج ديالها وانه شكون اللي غياخذ ربما المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه في التصنيف ديال هذا الدور المجموعات.